سميح لو تحدثينا على فكرة البوت بتاعك. أنا اسمي تساخير حسن شنة. فكرة المشروع إن درنا كانت في كارثة عظمى، إن كانت في فيضانات وكانت في هلبة عواصف وهلبة كوارث طبيعية من قدرة ربي. أنا درت المشروع هو إن تحت الزلازل وتحت تحت المبنى في ركام. الركام هو الإنسان ما يقدرش يخش يشوف الإنسان هل هو عايش أو ميت أو في إنسان أو ما فيش. فالمجسم البسيطة هو الصغير نقدر أنا من خلاله، وموجود فيه حتى كاميرا نقدر من خلاله أنا نشوف هل الإنسان عايش أو ميت أو موجود فيه إنسان أو لا. فكرة يعني أنت فكرة الروبوت هذا صغير الحجم ويستطيع يدخل الأماكن بحيث يتعرف إذا كان في ناس عالقين تحت الأنقاض، ما يقدرش يخش فيهم إنسان أماكن ضيقة، فالروبوت هو يقدر يخش لها. ما زال نقدر حتى نقدر ندير منها مجسم صغير ونقدر ندير مجسم كبير. تمام. درنا أنا اخترتها لأن كانت في مجال كبير وكانت فيها كوارث زي ما قلت لك. كانت لو كان الاختراع متاعك هذاي جاء في أثناء ما شاهدتي ما حدث لها لدرنا وحاولت انك انت لو ان اختراعك هذا يوصل بعون الله، انه هو كان قوي، كان انا وكان طلعته يعني في الوقت بتاع الكارثه كان راح يوصل بكميه هائله. يعني ما شاء الله لاحظوا الثقه اللي موجوده عند ابنتنا تسابيع في مقترحها، وكذلك امنيتها لو كانت تستدرك تستطيع ان تصل لاهلنا درنا اللي تشارك في الانقاذ. طيب لباسك وفيها بفلسطين ودعمنا لفلسطين، وإن شاء الله توصل حتى لفلسطين وأهل فلسطين، إن هم حتى كانت فيه كوارث وكانت فيه يعني تتمنى لو أن الروبوت هذا يكون في غزة يساعد في عملية القادمة. إن شاء الله بعون الله إنه يكون في غزة، وكان راح يكون بعون الله قدرة كبيرة لهلبة بشر، وكان راح ينقذهم بعون الله. ونقدر أن نضيف عليه بعدين الحساسات متاع نبضات القلب وجهاز تنفسي، أنا نقدر نزيد هذه مني ليا. أتمنى لو كان في حد يدعم مشروعك هذا باش يخرج إن شاء الله بعون الله. طيب نحن من خلال قناة التناصح ندعو لكل من شاهد بنت تسابيح أن يساهم في أنت ما شاء الله تسخير وتسابيح، أنت اثنين خوات، أنت تسخير. أنا تسابيح. تسابيح وهذه تسخير. طبعا ما شاء الله أن اثنين أخوات يعني أبناء حسن شنة ببارات الاختراع متاعهم، وحده تريد للماء لاهل درنا للتربه، وتبي تساهم حتى زي ما ذكرتنا قبل قليل في عدم الاسراف في المياه، بينما بنتنا تسخير يعني ما شاء الله همها عاليه، تتمنى لو ان هذا الاختراع انه يصل ليساهم في عمليه الانقاذ في غزه. ان شاء الله ان شاء الله توصل لكل مكان، وتوصل ويدعموها هلبة جهات وهلبة أماكن، وتوصل لكل بلاد وكل منطقة وكل إنسان عندها يكون هي الحاجة. نحن يا بنتي قبل كل شيء نوجه النداء إلى حكومتنا، حكومة الوحدة الوطنية، إن شاء الله يعني يوصل هذا النداء من خلال بنتي يتم تبني مشروعها. شو اللي اخترتي أنت اسم الروبوت؟ هل هو درنا الزاهرة؟ اخترت الروبوت إنه هو درنا الزاهرة. علاش؟ لأن هدايا ينقذ في درنا كاملة، ودرنا هي كانت في كارثة فخلاها هو تكون أحسن، وطلعوا منها الناس قبل، في اللي ناس قاعدة حية وما كلتش لها أسبوعين لها ثلاثة أسابيع، احنا طلعناها قبل هي تجوع. وقبل تمنيتي لو كنتي باختراعك هذا يوصل كان أنقذ ناس يعني. ايه إن شاء الله بعون الله. تمني يوصل يمشي لغزة. ايه بعون الله إن شاء الله يا بنيتي، ربي يعطيك على قص نيتك ويحقق أمنيتك. نحن اليوم سعدنا كثيرا بالاستماع لبنيتنا تسخير برات الاختراع بتاعها. شكرا لك.